شاللة. يا سلام. ممتاز. نبدأ بالأولى اللي هي الواحد مشي. فريقين خلاص ها؟ فريقين. واحد اثنين ثلاثة. طيب فريقين نعم. طيب نحتاج ثلاثة يمين ثلاثة يسار. لا لابد أن نراعي. لابد أن نراعي. طيب مجدي قاسم شمال. طيب شاب. لا أنا معايا اليوم معايا ربيزة بعمر. يلا 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 هاني. هلا شاب. يلا هاني مجموعة. يلا. ثلاثة هنا ثلاثة. أنا أبو سند. يلا. شوف يا أبو علي. شوف يا أبو سند. شوف دخل يدك داخل الحلقة هذه. كذا. أيوه داخل الحلقة هذه. يلا. ممتاز. وأمسك. يلا. أمسكها كذا تمام. يلا دحمي. أيوه. تصير رمان. عادي ايوه تعال ايش شكل زي كنادي كادي كادي شباب كذا ها طيب علي ايوه ادخل جوا علي ولا بيسو بعدين اليسار يا سلام طيب يا شباب الفكره اتوقع واضحه ثلاثه طيب يا شباب الفكره بكل بساطه ايوه شايف تشدها ابو ساره والمحتاج كويسه كذا تشدها كيف تشدها ابد فكها ايوه استنى نجيب استنى نجيب شد شد عبد الرحمن عبد الرحمن خليها شفتهم صراحه هذه هنا واحده هي اربع اشخاص تكفي شوف ايش اسمه فكها يا اخي يلا لا خلها انا زبط لك دي هذه يا نقيب تمام يا نقيب خلاص تمام شماني عباس شلون فايتك مين يلا ها ابو سند والله شاو انا حقوم بدور عبد الوهاب السلمي من الاسبوع الماضي يلا جوتيك اللي حيوصل لي اول واحد ولا اللي حيفوز ابراهيم يلا جوتيك اي زين عشان ما تمشي كذا يلا يا ابو غيث يلا يا ابو غيث طيب يا شباب مع الصف ها الفكره اتوقع يلا يا ابو امين تعال شوي شوي لا ما بدينا طيب البس طيب يا شباب اتوقع اللعبه ولا حلو هذه البداية على الفريق حلو هذه اللعبة بكل بساطة شباب ذهاب وإياب ذهاب وإياب الإياب شلون أبو سند الإياب تبدلون اقرب أي أبو سند بس هو الأول خلاص يا شباب يلا عشان ناخذ اكبر قدر من الالعاب والله فكره حلوه شباب يا شباب هذه اللعبه فيها مفاصل نركز شويه طيب شباب تكون عادي نسوي كذا نجيب شمر عشان نضرب لا يوصل صديق تنقز لا مشي طبيعي مشي طبيعي يا شباب مشي طبيعي ان شاء الله الرحمن احلى يعطيهم فائده مهمه في اللعبه هذه لعبه تجديف معروفه لعبه دوليه يوم انكم تضحكون علي مطيح الحين بشوف العبوا هذه الفائده ايوه بس العبوا الله عليك شباب ذهاب وياب ركز معي يا شمراني يمشي كذا كذا انت هو الاول تقلب حلو تمام يعني طلع رجله نمشي بالراوس مو واضحه والله نمشي بالراوس لا 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 هذه فيها تكتيك اطلعها وراسم اسرع واحد شغل هنا شغل مخك شايل هم اللعبه شايل هم الشمران اذا طاح هو يا شباب واحد اثنين ما صافه واحد شوفوا هذه الضروره ترى هذه تنفعكم مرفوعه فوق ذولي يلا يلا يا ابو مجد العب مجدي نسون يدك او شيء يلا. انت عد ايوه المسج مدي وزين واحد اثنين يلا ابدا حلو مدي من البدايه يلا 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 يا شباب حلو بدل يا سلام اضحك للدنيا تضحك لك لا تهتم وانا تهتم احلى ابتسامة من فمك يا غالي فيك اسرار اضحك للدنيا تضحك لك لا تهتم وانا تهتم احلى ابتسامة من فمك يا غالي فيك اسرار احلى ابتسامة من فمك يا غالي فيك اسرار الفايز في أول مسابقة من فريد هو فريق مسند سلام اضحك للدنيا تضحك لك لا تهتم ولا تحتار احلى ابتسامة من فمك
يا سلام حلو حلو ما شاء الله يا سلام يعطيكم العافية يا سلام يا سلام الله عليك الله عليك الله عليك حلو طيب يا شباب ليلي فريقنا يمشي كذا كذا ايوه يمشي كذا كذا ايوه يمشي كذا كذا ايوه يمشي كذا كذا طيب يا شباب نروح للعبة اللي بعدها نروح للعبة اللي بعدها طيب يا شباب اللعبة اللي بعدها لعبة عبور النهر عبور عبور النهر ممتاز ترى احنا تعبانين على سنة يا ابو عمر نبي نطلع